دلعونا الدنيا دوارة، حارتنا صارت حارة محتارة. على دلعونا الدنيا دوارة، حارتنا صارت حارة محتارة. وإن بدك بتعرف أخبار الحارة اسأل عليها يلبي حب. الهوارة الهوارة حارتنا صارت محتارة، ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة، ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة. يا مختار المخاتير خدني على هالحارة حتى أعرف شو بيصير بهالحارة المحتارة. شو بتقول؟ أبو تيسير؟ ماله أبو تيسير؟ يلا سلام سلام. مات؟ على اليوم إنه مات من زمان وخلصنا منه. ليش؟ أنت عارف يا أبو الفوز، هذا المطعم مضمنين منه ضمان. طيب. فإذا نزل من الزركة على الحارة راح يكحشم المطعم. ول؟ يا خراب بيتك يضوي فيك، يا خراب بيتك يضوي فيك. توفيق. قام تعال دش اللي في ايدك تاكل لك بسرعة. تعال الله يستر من جيراتك يا رجل. نعم شو في؟ شو لبس معه في الحارة؟ شو بتزمه؟ قال ابو تيسير جاي من الاردن وبده حصته في المطعم من عندك. والله بيني وبينك هذا شيء مخوفني ومرعبني وحاطه دع كلبي منه. والله ياك شيلك يا توفيق، بكره بكيم الكارما هاي وبحط الكارما اللي له مكتوب عليها مطعم ابو تيسير. تيسير؟ يلا اولاد حكوا لي تعالوا كيفون هاي الكركور وهاي من هين حطوا لي اياها هناك. خلي اهل الحاره جميعهم يعرفوا انه هذا المطعم مطعم ابو تيسير مش مطعم توفيق ابو الحمص. كيفون هاي الكرمه من هين. يلا ابو تيسير. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. يخرب بيتك يا مدحت، مثل البوم ما بتنعك الا في الخراب. قوم يا سلمان قوم كم فرجي على الصرف. اطلع يا زلمه يا زلمه اعوذ بالله من جلدك. تقول لك روح وتيسير معقول اصير مطعم لبتيسير؟ لا مش تراجعين. اني عني شفتك خير سلام. بدك خلاص من هالقصه؟ بدكش تجوزني فاطمه؟ بعدين بعدين يا سلام بعدين. هيك يعني بدك تضحك علي؟ ولك شو اضحك عليك وما اضحك عليك؟ قلت لك بعدين خلاص بعدين. طب هيك يعني شو؟ ولك 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 هات الفنجان ولك الفنجان ولك يا حبيبي يا حلوين وحشني يا حلوين. لو اغم وافتح ولاقيكم جايين يا حبيبي يا حلوين. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. نورا نيجان إنها الحارة يا حبيبي يا حبيبي. السلام عليكم أبو الفوز. أبو تيسير. أهلا أبو الفوز. شو أخبارك يا أبو؟ أهلا 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 أهلا. يا زلمة البوس الأردني بخربش. شو أخبارك؟ أهلا أهلا. شو أخبارك؟ كيف صحتك إن شاء الله؟ أهلا وسهلا. أهلا أهلا يا أخي. أهلا 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 أهلا. أهلا بك أهلا يا أخي باطا. حي الله. حياك يا سلام. أهلا أهلا. كيف حالك يا طويل؟ الحمد لله. شايف يا باطا جبل على جبل ما بلتكي وبني آدم على بني آدم. بلتكم سبحان الله. طلع لنا بيسير. حياك يا أخي باطا.
ضيع ضيع يا ابو تيسير. خليني اروح ارتاح. الله يبارك فيك. خليني اروح ارتاح وبشوفكم ان شاء الله. انت بدك تنزل عندي وين رايح عبد الحلال؟ اهلا وسهلا فيك. المغرب بشوفك بدار اخوي ابو طارق. يا ابو حلال خليني ارتاح. الله يخليك. عبد الحلال تنزل عندي. طيب خلص يا ابو عاطي خليه يروح يرتاح عند اخوي ابو طارق. الليلة السهرة معكم عند ابو طارق. اهلا وسهلا. عند ابو طارق. اهلا وسهلا. يا ابو تيسير حي الله حي الله دور في الحارة والله. يا ابو عاطي. انو هذا الزلمة يا ابو الفوز؟ ولي زلمة هذا ابو تيسير اخونا ابو طارق جاي من الزركة. ولو اني بعرفوش. شو بدي اعرفك فيه يا ابني؟ شو بدي اعرفك فيه انت؟ سبحان الله. صحيح انت مالك يا ابو عطا فارع دارع؟ شو صاير معك؟ هذا واه يطير سلامي، شرف هالاكل على راسي وكيكه، وين الحكم؟ وين؟ حك عليك اللي بتعطي عين يا ابو عطا. شو اسوي يا ابو عطا؟ روح روح تعال فوت فوت عندي. يلا فوت. يلا فوت. الله بتيسير. الله. تعال نشوف اقول لك سمعان. مش غلط ابو الفوز، مش غلط. شاي يا ابو لطفي. يا ابو تيسير انها نعمة. ابو لطفي. شكله. ابو الفوز ابو الفوز يا ابو لطفي. هلا يا هلا ابو الفوز يا هلا. هلا هلا ابو لطفي. السلام عليكم. هلا والسلام. اهلين. شو مالك؟ شو كنك باكي نايم؟ سلامات سلامات. الله يسلمك. بس هو كلام كنك. شو القصه؟ مالك؟ والله تعبان ابو عطاء. الله يعينك. الله يرضى عليك. طيب صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ابو تيسير بتعرف اجى من الزركه من يومين. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. وحابين نروح نسلم عليه. كنا بدل ما نروح لحالنا بنروح انا وياك. ولفى عند اخو ابو طارق. ها ابو طارق يعني القاعد عنده. الله الحمد لله على سلامته. بس انا ما تاخذوني. عندنا درسنا امبارح حتى بنات وبدرعب بيهن وبقدر شو مش عندي وقت. انا الله يرضى عليكم يعني الله ما تاخذوني ان شاء الله تاخذونيكم سلمونا عليه كثير جيني عليكم كوبايه شاي اسمعوا مني بقول روح كمل نومتك روح اهلا وسهلا وسهلا اهلا وسهلا سلمونا عليه الله يرضى عليكم ماشي ماشي ابو الله يسلمك يعني معقول هيك معقول ولا مش معقول بنت الشيء جيب نروح لحالنا لحالنا شو المشكله يلا نروح ها والله يا مية أهلا وسهلا فأخوي وحبيبي أبو تيسير نورت وشرفتنا والحمد لله اللي الله كتب لي عمر وشفتك والله مشتاق لك كثير يا أخوي أبو تيسير الله يزيدك شرف يا أخوي أبو الفوز والله من زمان وإحنا بدنا نيجي نزوركم في هالحارة الله يعني أبو الغرب اللي بعدتنا عن بعض آه والله صحيح والله شايف لك الحارة متطورة وما شاء الله عنها وكل يا أخوي أبو تيسير شو أخبار قرايبنا اللي شرك الأردن اللي في الزركة أخوي عبد الكريم شو أخباره والله الحمد لله والله الجميع بخير ما أدري بتعرف أخوك على عايش على هالراتب وإيجار هالدار وهالسكن الله يعين الناس ومن خالتنا أبو إبراهيم كيفه إن شاء الله إنه بخير والله أبو إبراهيم زي علمك بيشتغل في هالنجارة تيجي خزانة بيشتغلها ما بتيجي بقعد شهرين ثلاثة وقعد في هالدار صعب الأوضاع أولاد إخواننا عبد الله وزيدان وعبد السلام والله جميعهم بيشتغلوا على هالسيارات شو بدك تعمل؟ إن شاء الله مسترة حالتهم والله الحمد لله برضى بعيش شو بدهم يسووا؟ الله يستر معيشتهم معيشتهم إلا كل يا أخوي أبو الفوز خليني أسألك ومسألك عن ذنوبك تفضل ابن عمي توفيق من يوم ما جيت ما شفته ولا سلم علي خير إن شاء الله يا ابن الحلال هذا توفيق أكيد مشغول هان ولا هان وبروح وبيجي مشاويره كثيرة يعني إحنا خلص دشك من آخرته بيجي وبشوفك وبسلم عليك والله حتشك من الهوج الأمان إذا فيه شي تقول لي لا تخبي علي والله حكي لا بلهوج ولا شيء اقول لك دشرنا من توفيق وغيره ارخي لي ذلك تكله تفضل يا اخوي ان شاء الله جبت معك دخان هذول ما انت بتعرفهم العرصات زياده عن كروزان ما بيسمحوا للواحد اما تكرم لحيتك لك عند كروز دخان وفوقه كزازه عطر اخرى الله يبارك والله بعرفك حبيبي وصاحبي ما بتقص يا اخوي والله ما بقص الله يرضى عليك وسلم ايديك حياك يا ابو لطفي شرف ابو عطا بقول بدي اطلب منك هالطلب وما بدي اياك تفشلني يا مش وجهي فشلك باطل الله يبارك تفضل يا ابو عطا تفضل والله طول عمرك زلمه وانت وبقول عنك انك انت كذا وقدود الله يرضى عليك يا ابو عطا بالنسبه لمدحت ماله ما انت شايف لا شغلي ولا مشغلي ودايت بنصب بعها الخليك بدنا اياك تشغلنا اياه عندك في هذا السلاسل والاراضي يشتغل عندي يشتغل عندي يشتغل عندي بيعرف يسنسل بيسنسل بيخلي يسنسل شاطر في السنسل عطا شاطر شاطر وبكش نتش بكش نتش وبيظبط كل شيء شوف ابو عطا أنا هذا الزلمة نصاب بس مشانك الله يكبر ومشان إجبار شانك أبو عطا بدك شغله عندي الله يكبر شانك خيح لي يا أبو شرة وجيب خليجي معافس وكفي خلاص ماشي الله يرضى عليك ماشي يا أبو توفيق هذا أكيد بتيسير يا توفيق والله ما برد عليه يا توفيق ضلك دوبس خلاص انا بكون خلينا نروح نرجع لمشوار ثاني سيدي توكل يلا توكل على الله توفيق 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 توفيق
نحن لا جماعة. اليوم جيت أخوي أبو الفوز من الأردن وأنا أحاول أشوف توفيق في المطعم في الحارة في الدار وأنا مش عارف أصيده، كأنه بتهرب مني. خير شو فيه؟ والله يا اخوي ابو تيسير الزلم يعني تلف عنده مطعمه ومحله وبروح وبيجي على المدينة وهان وهان، جزء الغايب عذره معه جزء عنده مشكلة. انا بعرفك صريح، الامانة اذا في شيء تقول لي. والله الامانة غالي. بدك الصحيح ولا ابن عمو؟ بدي الصحيح طبعا. الصحيح الزلمة بتهرب من وجهك عن جد، خايف انك تمزطوا هالمطعم وتاخذوا منه وتسكر باب مرزكه. انت يا اخوي بتعرف انتوا جمع اهل الحارة انه المطعم ضمنينه اياه من 10 سنين صحيح، ومن يوم هاليوم ما اخذنا منه ولا قرش. اخ 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 عاملين مؤتمر تحرضوا فيه عليك قاعدين، جاي تلوحوا مطعم مني ترى بعد السمك ربلك. اسمع ابو تيسير، هاي رزقتي ورزقة اولادي، لو عدمي ما بسمحكش تاخذ مطعم مني. سلام يا اخوي ابو الفوز، يا ريتني ما جيت ولا شفتك يا توفيق. انا اللي بقول يا ريتك ما جيت على الحاره ولا عرفناك. اخص عليك يا هامل، اخص على هيك كرابي، انا اللي جاي اثبت لك المطعم وجايب لك العجه، بتقابلني هالمقابله؟ ايه يعني انت مش جاي تاخذ من المطعم؟ انت بتفهمش، انت بتستوعبش يا ابن الناس. ابوك لما اشترى المطعم قال انه ضمان مشان تدير بالك عليه، مشان توقف على جريك، المطعم الك وهي حجته. الله يسود وجهك يا عوض. حبيبي قريبي ابن عم ابو طيس، حيا حيا الله. والله غيركم تقدم معي، والله تقدم معي. الله يسامحك جدا. طالنتك انا بقول. الله يسامحك، الله يسامحك. حبيبي كان نورت حاله، نورت. والله نورت حاله. والله سادك المثل اللي كان من شاف احبابه ليس اصحابه. شو يا معلم توفيق؟ خير يا مدحت. شو طاطيت لابو تيسير بده ياخذ المطعم منك؟ ولك هو اللي سماك فساد حارة، ما كذبش. جاي تفسدنا على كرامته حبيبي، ابو تيسير اللي فجره احسن منك، روح ازرق نهار، روح ازرق. خوارة تسحب ابو تيسير بتاعك. ايه؟